نعم بالفعل، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب عملية عسكرية غير اعتيادية واستثنائية لربما بعدد الآليات، بعد نحو 10 ساعات من المداهمة والاقتحام بنحو 100 آلية عسكرية معززة ب4 جرافات عسكرية. تركز الهدف على الأطراف الجنوبية وكذلك أيضا الشمالية والشرقية لمخيم جنين في محيط ما يعرف بطلوع الخبس وخلت الصوحة وحارة الدمج والحواشين، حيث أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف عدد من المقاومين الفلسطينيين بقصف صاروخي من قبل طائرة مسيرة أدت لاستشهاد 3 شبان فلسطينيين وإصابة 15 فلسطينيا، جراح 4 منهم وفق وزارة الصحة الفلسطينية لا زالت خطرة وحرجة. الجرافات العسكرية الإسرائيلية أحدثت مزيدا من الدمار في البنى التحتية والمحال التجارية والمنازل وقصف واستهداف المناطق المختلفة في المخيم. هذا جزء من المدخل الشمالي الملاصق لمستشفى جنين الحكومي، دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي. لك أن تشاهدي كل هذا الدمار، هو كان قد دمر خلال اقتحامات سابقة، لكن مجددا يعاود جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل عملية اقتحام لإحداث وتدمير جزء كبير وواسع من البنى التحتية المتعلق طبعا بشبكات الطرق، خطوط المياه، الاتصالات، الصرف الصحي، كل ذلك تعطل، وبالتالي هنالك صعوبة في التواصل الجغرافي الآن بين أحياء وحارات المخيم بفعل الدمار الذي أحدثه جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا عملية الاقتحام عزلت على الأقل 4 مستشفيات في المدينة وأخرجتها عن الخدمة، وأبرزها الأمل والمستشفى الأردني ومستشفى جنين الحكومي وابن سينا، في ظل حصار مطبق مما اضطر الطواقم الطبية لنقل الإصابات والشهداء والتعامل معهم طبيا في مستشفى الرازي بمدينة جنين شرق المدينة. جيش الاحتلال خلال ساعات الفجر الأولى حاصر مستشفى ابن سينا، وهنالك طبعا اعتقل عدد من الشبان الفلسطينيين، ويزعم بأنه صادر مركبة في محيط المستشفى بداخلها عدد كبير من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى قيامه باعتقال نحو 22 فلسطينيا. يدعي جيش الاحتلال وفق بيان المتحدث باسمه أن المعتقلين هم من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، وأنه قام بتفجير مركبتين في حي الجابريات في المنطقة العلوية من المخيم بعد أن اعتقل من بداخلها. بطبيعة الحال الأوضاع كانت متوترة وشهدت استهدافات كثيفة جدا في ظل المشهد الدامي الذي يتعرض له الاحتلال. هنا السكان المواطنون يعيشون حالة من الرعب والخوف في ظل كل عملية اقتحام ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتشار القناصة، الضغط على الأهالي، على السكان في عملية طبعا الاعتقالات والمداهمات وتدمير وتحطيم محتويات هذه المنازل. ينشر جيش الاحتلال الخوف من تكرار عمليات الاقتحام التي نرصدها بشكل شبه يومي منذ 7 أكتوبر، وهذا بطبيعة الحال تزامن مع اقتحامات واسعة. قبل قليل انطلقت جنازة تشييع الشهداء 3 من مستشفى جنين الحكومي الكبير في المخيم. خلال أقل من ساعة ستوارى الجثامين 3 الطرى في المنطقة، وترتفع طبعا بطبيعة الحال أعداد الشهداء في مناطق الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، طبعا عقب الخبر الذي أوردته قبل قليل بإطلاق النار باتجاه فلسطينيين، إلى استشهاد 205 من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات التدمير والإطلاق النار منذ 7 أكتوبر. وأيضا يتجاوز عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر في مناطق الضفة الغربية نحو 2800 فلسطين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظروف اعتقال غير اعتيادية وانتقامية في المشهد. هذا هو جزء من الصورة الميدانية التي يتعرض لها مخيم جنين. خلال ساعات الليل تمكنت المقاومة من تفجير عدد كبير من العبوات الناسفة، استهدف آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لإعطاب جزء من هذه الآليات خلال طبعا عملية الانسحاب والدفع بمزيد من التعزيزات، إلى أن انسحب جيش الاحتلال عند الساعة 7:30 من صباح هذا اليوم بعد 10 ساعات
من عملية عسكرية كبيرة استهدفت المخيم والمدينة. خالد، يعني نتابع معك بالصورة حجم الدمار جراء هذا الاقتحام. تحدثت عن 2800 معتقل منذ 7 من أكتوبر في الضفة الغربية. ما لسان حال أهالي الضفة الغربية اليوم؟ يعني لسان حال الأهالي أمام يعني ومجدد هذا نستعرض هذا الدمار، يعني يجدون أنه غياب لكل المنظومة السياسية، يجدون أن هذا المشهد لم يكن مرتبطا في أحداث 7 من أكتوبر. هذه جرعة يومية يعيشها الفلسطينيون هنا في مناطق الضفة الغربية وتحديدا في أقصى شمالها في نابلس وتلكرم وجنين بعمليات الاقتحام والتدمير والخراب وإحداث الركام بهدف كسر الحالة، بمعنى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد وبشكل واضح إذا ما أردتم الاستمرار في الأعمال النضالية والقتالية ستجدون مزيد من عمليات التدمير. لذلك بات واضحا في كل عملية اقتحام الليلة الماضية 4 جرافات إسرائيلية و2 منها مجنزرة من الطراز الضخم والعملاق دمرت كل شيء، مزيد من الطرق، جزء من الطرق المدمرة دمرتها، وجزء من الطرق الذي أعيد تأهيلها تم تدميرها، وجزء من الطرق التي لم تصل إليه الجرافات سابقا تم تدميره، بالإضافة إلى تدمير جزء من واجهات المحال. يعني هذا المحال التجاري هو أحد المحال الذي دمر قبل فترة ماضية، يعني قبل نحو 14 يوما دمر جيش الاحتلال الواجهة وأحرق كل ما بداخل هذا المحل التجاري وأتت النيران على هذا المشهد. لسان الضفة الغربية أنه لا يمكن التراجع عن المشهد الميداني، أن الحالة النضالية هي حالة نضالية كفلتها الأعراف والقوانين الدولية في ظل وجود القوة الاحتلالية على الأرض، في ظل تنصل العالم من حقوق الفلسطينيين. لا يعقل للفلسطيني اليوم أن يعيش وكأنه يعيش في سجن كبير معرض للاستهداف والاقتحام. وبطبيعة الحال أيضا حال لسان الشارع الفلسطيني أنه يطالب بشكل واضح القيادة الفلسطينية عبر السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية الانخراط في حالة الدفاع عن الشارع الفلسطيني وعن القرى والبلدات الفلسطينية على أقل تقدير وفق ما يقول الأهالي في المناطق المصنفة ألف حسب اتفاق أوسلو الذي تتمسك بها السلطة الفلسطينية كخيار للعملية السياسية. خالد، دعني المشهد لم يعد يحتمل. دعني أنوه إلى الصورة التي نتابعها مباشرة في هذه الأثناء من قطاع غزة، بما يبدو أنها غارة جديدة مكثفة على القطاع. نرى أعمدة الدخان بكثافة تتصاعد من قطاع غزة في هذه الأثناء. أعود إليك خالد لتضعنا بالمزيد من التفاصيل وكيف يتابع أهالي الضفة الغربية هذه المجزرة التي تحصل في قطاع غزة عند أخوتهم. يعني بطبيعة الحال المجزرة مشتركة والدم واحد والدمار واحد، هنالك بالطائرات وهنا بطائرات مسيرة، هنالك بجرافات وهنا بتدمير مشابه لما يحدث، وبالتالي نتحدث عن مشهد دموي وكبير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الشجر والحجر في كل مناطق الضفة الغربية وعمليات الاقتحام المستمرة. هنا حالة الغليان سيدة الموقف اليوم، هنالك دعوات طبعا لمسيرات تخرج عقب أداء صلاة الجمعة في إطار الإسناد وإشعال المنطقة تضامنا مع قطاع غزة وضغطا على جيش الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف هذه الحرب. هذه الدعوات تنطلق في مراكز المدن ولربما تنطلق إلى نقاط التماس والاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من موقع في من أقصى شمال الضفة الغربية إلى جنوبها. كان لافتا صباح هذا اليوم اعتداءات للمستوطنين شنت في بعض مناطق رام الله وكذلك أيضا بيت لحم، وكذلك أيضا هنالك حملات اعتقال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي طالت نعلين وكذلك ضاحية الشويكي شمال مدينة تلكرم، وغالبيته يعني تزامنت مع عمليات إطلاق نار واشتباكات واستهدافات بالعبوة الناسفة. وبالتالي هذا هو حال لسان الضفة الغربية
باستمرار المواجهة الميدانية، استمرار للتصدي لآليات الاحتلال الإسرائيلي، عدم التعويل كثيرا على المشهد السياسي، لأنه ما يحدث في قطاع غزة كان يجب أن ينهي وأن يوقف الحرب منذ اللحظة الأولى لكل مشاهد الدمار والدموية الإسرائيلية التي يقودها الاحتلال هنالك في قطاع غزة. وبالتالي لسان الشارع الفلسطيني فيما يتعلق مشهد عملية طبعا الاستهدافات المتكررة والتعويل على المشهد السياسي لا تعويل حقيقة، كما يقول الفلسطينيون لا يحك جلدك إلا ظفرك، وبالتالي يريدون يعني انخراط أكبر للسلطة الفلسطينية وللأطر الفصائلية الفلسطينية في استمرار التصدي للمشهد الميداني. هذا جزء طبعا من المشهد الذي يعني تواصل به الآليات إعادة فتح طرق يعني بالأقل الإمكانيات المتاحة هنا، يعني لا يتم وضع بنية تحتية، هي فقط عملية إزالة الركام ضمن الإمكانيات المتاحة. لأكثر من نحو 20 مرة دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الطرقات في مخيم جنين، واستهدف سواء المدخل الشمالي، المدخل الغربي، حارة الدمج، قلة الصوحة، اطلوع الخبز وشارع مهيوب، كلها هذه نطاق دائري لمحيط المخيم من أقصى مناطق الغربية حتى المناطق الجنوبية، كل ذلك دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي ورفع فاتورة عملية إعادة التأهيل المتعلقة طبعا بالبنى التحتية في مناطق الضفة الغربية، ليس في جنين وإنما يمتد أيضا إلى مخيمي تول كرب ونور شمس شمال الضفة الغربية. أشكرك من مخيم جنين مراسل الغد خالد بدير.